مرحبا بكم الناس الكل في أخبارنا الرياضية. خطيتين جديدتين من الفيفا ضد النادي الإفريقي. أفادت مصادر خاصة من لجنة النزاعات التابعة للفيفا أراسلت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 إدارة النادي الإفريقي لتعلمها بضرورة دفع زوز تعويضات للاعبي الفريق السابقين ديدي يوريستان ونيكولا سيرج. هذا وأضاف مصدرنا أن إدارة نادي بيب جديد مطالبة بدفع 200 مليون أورو إلى روستان و 250 مليون أورو إلى سيرج. جدير بالذكر إلى أن إدارة النادي الإفريقي يمكنها الاستئناف على هذا الحكم لدى المحكمة التحكيم الرياضي التاس.